هتطبق بي سي ال عند اي واحده فيهم. هتطبق بي سي ال عند ايه؟ اي واحده فيهم. الشابتر الاخير بيتكلم حاجه اسمها ايه، داتا ريكفري واند كونكرسي. الداتا ريكفري معناها ايه؟ الداتا ريكفري اللي هو لما يحصل حاجه عندك للداتابيس بتاعتك، ان انت تعرف تعملها ريكفر او تعملها استعاده تاني. زي ايه مثلا؟ نفترض ان انت بتعمل حاجه معينه كده على الداتابيس وفجاه النور قطع، تمام؟ فانت المفروض تعمل ايه؟ انت المفروض اي حاجه انت خزنتها المفروض تعمل حاجه اسمها ايه، تعمل حاجه زي باك اب كده، اللي هو نسخه احتياطيه من الداتا اللي عندك. ليه؟ بحيث لو حصل اي حاجه تكون انت ايه، واخد نسخه احتياطيه، تمام؟ ده كده معنى كلمه ايه، داتا ريكفري، ان انت ازاي تعرف ترجع الداتا بتاعتك لو حصل اي حاجه، تمام؟ الكونكرنسي، الكونكرنسي دي معناها ان انت في اكتر من عمليه بتحصل على الداتا بيس في نفس الوقت. ده معنى كلمه كونكرنسي، كذا عمليه بتحصل على الداتا بيس في نفس الوقت، تمام؟ طيب ايه معنى كلمه ريكفري؟ ريكفري بيقول لك ريستورنج ا سيستم، اللي هو ايه، اعاده السيستم، اعاده تخزين السيستم افتر ان ايرور اور فيلير، يعني بعد ما يكون في ايرور حصل او فيلير حصل، تمام؟ تو ا ستيت ذات ووز بريفيسلي نون اس كوركت. يعني ايه؟ يعني انت بترجع السيستم بتاعك، بترجع السيستم بتاعك لاقرب سيف انت كنت عامله. يعني ايه؟ عارفين مثال كده، لما تيجي مثلا تكتب على الوورد، تكتب على الوورد كلام، تمام؟ كان بيقول لك ايه، لما تيجي تكتب مثلا مشروع كبير ولا اي حاجه، تكتب كلام كتير، التكه طول ما انت شغال كده التكه كنترول واس، كنترول واس. ايه معنى كلمه كنترول واس؟ ان انت اللي انت بتكتبه ده بتحفظه في الميموري، بتحفظه في الميموري، تمام؟ طيب حصل، نفترض ان انت كنت كتبت كنترول واس، بعد كده قعدت 10 دقائق تكتب، تمام؟ يعني انت اخر مره عملت فيها كنترول واس ان انت حفظت، بعد كده قعدت 10 دقائق بتكتب حاجات، بعد كده فجاه النور قطع، فايه اللي هيحصل؟ اللاب فصل. فتيجي تفتح اللاب تاني، هتيجي تفتح ملف الوورد اللي انت كتبته، الحاجات اللي انت كتبتها لغايه اخر ار اس، لغايه اخر كنترول اس، هتلاقيها موجوده. طب الحاجات اللي انا قعدت اكتبها في العشر دقايق بعد الار اس، بعد الكنترول اس، ولما اللاب فصل، مش هتلاقيها. ليه؟ لان انت ما حفظتهاش. فمعنى كلمه ريكفري ان انت بترجع السيستم، يعني انت ايه، ملف الوورد مش انت هتلاقيه، انت هتلاقي ملف الوورد، يعني انت هترجع ملف الوورد، بس البيانات اللي جوه ملف الوورد ده انت هتلاقيها كلها، هتلاقيها كلها على حسب اخر سيف انت عامله. يعني معنى كده ايه، اخر كوركت انت عامله او اخر سيف انت عامله. يعني معنى كده بعد ما حصل فيلير او ايرور، انت بترجع السيستم بتاعك او مثلا ملف الوورد اللي كان عندك ده بترجعه تاني، بس ايه، بس مش بترجعه كله بقى، بترجعه لغايه اخر سيف انت عملته، اخر حفظ انت عملته. ده معنى كلمه ايه، ريكفري، تمام؟ يبقى لو جه قال لك في الامتحان ايه معنى كلمه ريكفري، معناها ريستورنج ا سيستم، ان انت بتعيد السيستم افتر ان ايرور اور فيلير، بعد ما كان حصل ايرور او فيلير حصل عندك، او فشل حصل عندك، او مثلا في تيار كهربي حصل اتقطع. تو استيت للحاله ان ذات ووز بريفيسلي نون از كوركت، اللي هو اخر حاله كانت كوركت عليه. يعني اخر حاجه كانت كوركت، اللي هو زي المثال بتاع اخر حاجه انت حفظتها عندك. فده كده معنى كلمه ريكفري، تمام؟ دي برضو نفس الايه، نفس المعنى. طيب عندك انواع الفيرير، انواع الفيرير عندك نوعين، يا اما حاجه اسمها سوفت كراش، يا اما نوع اسمه سوفت كراش، يا اما هارد كراش. السوفت كراش ده اللي هو عباره عن ايه، ان هو مش بيدمر لك الداتابيز اللي عندك، او مثلا زي ايه، مثلا مثال الوورد، ملف الوورد اللي عندك كده، لو حصل تيار كهربي اتقطع مثلا، تيار كهربي لو اتقطع، هل بيدمر لك ملف الوورد كله؟ يعني بيدمر لك ملف الوورد كله، يعني مش هتلاقي ملف الوورد كله اصلا. هتقول لي لا، انا هلاقي ملف الوورد، بس هلاقيه لغايه اخر سيف انا عملته. ده معناه ايه؟ معناه سوفت كراش. معنى كلمه سوفت يعني ما دمرش الداتابيز، معنى كلمه سوفت يعني ايه، ما دمرش الداتابيز، تمام؟ طيب الهارد كراش، لا، الهارد كراش ده دمر الداتابيز كلها، تمام؟ طب السوفت كراش ده بيحصل امتى؟
بيحصل لما الباور اوت ايج او باور اوف. الباور حصل ايه؟ ان انقطع التيار الكهربي. انقطاع التيار الكهربي ده معناه ايه؟ سيستم فيلير. ده كده معناه سيستم فيلير، ده نوع من انواع السوفت كراش. هل لما النور يقطع ده بيدمر لك الداتابيز؟ لا، ما بيدمرش الداتابيز، فعشان كده انا بسميه سوفت كراش. طيب انما في حاجه اسمها الميديا فيليرز. الميديا فيليرز يعني ايه؟ الهارد اللي انت بتحفظ عليه الحاجه وقع اتكسر. طب لما عارف انت لما يجي يقول لك ايه؟ اللاب لو وقع، اللاب لو وقع منك، اللاب لو وقع منك وكده مثلا، تروح مثلا لاي حد بتاع مهندس كمبيوتر او اي حاجه يقول لك ادعي ان الهارد ما يكونش حصل له حاجه. طيب ليه؟ ليه؟ لان لو اللاب وقع والهارد حصل له حاجه، اتخربش ولا حصل له اي حاجه، ده بيدمر الداتابيس. بيدمر ده يعني اي حاجه موجوده على الهارد عندك بتتدمر، مش هتلاقي، مش هتعرف ترجعها. فده معناه ايه؟ ده معناه كلمه هارد كراش. ايه معنى كلمه هارد كراش؟ ان انت حصل حاجه دمرت لك الداتابيس اللي عندك. انما السوفت كراش لا، ده ايه؟ عادي. فنوع من انواع السوفت كراش هيقول لك مين الباور اوت ايدج، ده اللي هو الباور بتاعك راح او حصل الباور اوف، ده نوع من انواع السوفت كراش. انما الهارد كراش نوع من انواع الايه؟ اللي هو حصل كراش على مين؟ على الديسك نفسه. الديسك نفسه وقع، اتكسر، اتخربش، حصل له اي حاجه، فده نوع من انواع الهارد كراش. تمام. طيب الريكول ترانزاكشن، يعني ايه معنى كلمه ترانزاكشن؟ ترانزاكشن دي معناها اللي هي معامله انت بتعملها. زي ايه مثلا؟ زي لما بتروح كده البنك انت بيعمل ايه؟ بيقول لك ايه؟ انت عايز تعمل حاجه اسمها ترانزاكشن، اللي هو عايز اعمل معامله على حسابي. يعني ايه كلمه معامله؟ ان انت عايز تعمل مثلا ايه؟ انسرت او عايز تضيف مثلا مبلغ معين. نفترض ان انت مثلا عايز تضيف 1000 جنيه على حسابك، فدي كلمه معناها ايه؟ معامله. تمام، اللي دي معنى كلمه ترانزاكشن. عايز تسحب من الحساب بتاعك، دي معناها ايه؟ دي معناها معامله برضو، اللي هي ترانزاكشن. يبقى الترانزاكشن هو بيقول لك سيكونس اوف داتابيز اوبريشن، ده معنى كلمه ايه؟ الترانزاكشن. معناها ايه؟ يعني عمليات سيكونس كده ورا بعض. اللي انت مثلا ايه، نفترض ان انت عايز تعمل ايداع من على مكنه اي تي ام، فاول حاجه بتعملها ايه؟ اول سيكونس، ان انت اول خطوه ان انت بتحط الكارت بتاعك الفيزا، ده كده اول خطوه. طب السيكونس اللي بعده، الخطوه اللي بعد كده، ان انت بتختار مثلا عمليه ايداع، فخلاص فالداتابيز هتخش على عمليه الايداع، الترانزاكشن بتاع الايداع. بعد كده هتكتب، هيقول لك اكتب لي المبلغ اللي انت عايزه، هيكتب مثلا 1000. طب ال 1000 ده انت خلاص عملت. طيب نفترض ان حصل حاجه، نفترض مثلا ان انت دلوقتي عملت 1000 وبعد كده عملت التكيد، بعد كده قاعد كده ساعات كده الاي تي ام بتقعد ايه؟ تعمل تحميل كده شويه. بعد كده نفترض قال لك ايه؟ دي العمليه ما حصلتش، حصل فيرير، او مثلا ايه؟ انت كنت بتسحب من مكنه والمكنه دي ما كانش فيها فلوس، مكنه اي تي ام دي ما كانش فيها فلوس، فانت عملت السيكونس بتاعك اللي انت عملت، دخلت على سحب ودخلت على الحساب بتاعك وعملت سحب 1000 جنيه. بعد كده ايه؟ حصل فيرير. ايه الفيرير اللي حصل؟ ان المكنه نفسها ما فيش فلوس تطلعها لك. طب ايه اللي يحصل بقى؟ هل المبلغ ده، انت دلوقتي ما خدتش حاجه في ايدك، هل المبلغ ده هيتحسب، هيتسحب من من الرصيد بتاعك ولا لا؟ هتقول لي، هيقول لك لا، المعامله يا اما تحصل كلها يا اما كلها ما تحصلش. يبقى كده معنى كلمه ترانزاكشن، ترانزاكشن معناه ايه؟ يا اما كله يحصل يا اما كله ما يحصلش. يعني ايه كله يحصل؟ يا اما السيكونس اللي انت عملته ده كله يحصل، ان انت اتسحب منك المبلغ، يا اما المبلغ ما اتسحبش. تمام، ان انت ايه؟ ان كل العمليات اللي انت عملتها دي ما اتنفذتش. ليه؟ ما فيش فلوس في المكنه، فعشان كده العمليات دي مش هتتنفذ في داتابيز عندك، مش هتتنفذ في الداتابيز، فعشان كده ما فيش فلوس اتسحبت منك. تمام. طيب هنا بيقول لك مثال، بيقول لك ايه؟ افرض لي، هات لي السيدو كود بتاع المعامله اللي انت، بيقول لك مثلا ايه؟ في انت عايز تعمل اد انيو شيبمنت، عايز تضيف فلوس مثلا لحاجه اسمها السبلاير الاس 5، عندك واحد اسمه سبلاير اللي هو رقمه 5، عايز تعمل له ايه؟ عايز تزود له مثلا فلوس، هتزود له الكوانتيتي بتاعته بكام؟ ب 1000 جنيه مثلا. تمام، هتضيف لاس 5، السبلاير اسمه اس 5 وحاجه اسمها البارت بي 1، هتضيف لهم 1000 جنيه.
تمام تو داتابيز. ذا انسرت بيقول لك الانسرت، انسرت ذا نيو شيبمنت. الانسرت هو بيعمل ايه؟ هو بيضيف 1000 جنيه، بيضيف فلوس جديده تمام. طيب انما الابديت، الابديت هو بيقول لك ايه، بيابديت طيب نكمل يا شباب. هنا بيقول لك ايه، اعمل لي سيدو كود مثلا لعمليه ان انت هتضيف مثلا 1000 جنيه. فال1000 جنيه دي هتحصل على مرحلتين، مرحله الانسرت، الانسرت ان انت هتضيف 1000 جنيه على الحساب، ومرحله اسمها ابديت. الابديت اللي هي ايه، اللي هو الفلوس الكليه، التوتال كوانتيتي اللي هي الفلوس الكليه بتاعتك. نفترض ان انت حسابك كان مثلا 10000 جنيه، ده كده التوتال بتاعك، انت هتضيف 1000 جنيه. فاول مرحله مرحله الانسرت، انت كده ضفت 1000 جنيه تمام. طيب المرحله الثانيه اللي هي مرحله الابديت، اللي هي لما يحصل العمليه كلها تتضاف بنجاح، بنجاح تمام. يحصل يعمل ايه، تحصل مرحله الابديت بقى. يعني مرحله الابديت مش هتتنفذ غير لما مرحله الانسرت تحصل بنجاح. ليه؟ افرض انت مثلا جيت تعمل تعمل مثلا على مكنه الاي تي ام، بتضيف 1000 جنيه، حصل مشكله في المكنه، المكنه ما رضتش تقبل ال 1000 جنيه دي، فايه اللي يحصل؟ فمرحله الابديت اللي هو مش هيروح للداتابيس بتاعت الحساب بتاعك اللي هو 10000، حسابك النهائي اللي هو المفروض هيعمل ايه، هيعمل ابديت عليه، بدل ما هو كان 10000 يقول لك 11000 ان انت ضفت 1000. لو مرحله الانسرت ما تمتش بنجاح، ال 10000 مش هتحصل، ال 10000 مش هتتعدي الابديت ل 11000، هتفضل 10000 زي ما هي. طيب مرحله الانسرت تمت بنجاح، الداتابيز عندك هتروح يعدل عندك بقى، بدل ما هي كانت 10000 تحلها بايه، 11000. عشان كده بيقول لك ايه، ان لما تيجي تعمل ايداع اللي هو ايه، المفروض المفروض الايداع بيسمع في حسابك في ساعتها تمام. في مثلا مكان يقول لك الاداء بتاعك هيسمع بكره الصبح، على حسب بقى تمام، اللي هو بكره الصبح على حسب ما يتاكدوا من المعامله دي تمت صح ولا لا. طيب او مثلا يجي يقول لك ايه، المعامله دي تمت في ساعتها، اللي هو الاداء سمع على طول، ده معنى كده ايه، ان الانسرت تم بنجاح تمام. ده معنى كلمه ايه، هنا بيقول لك ايه، يبقى العمليه اللي انت بتعملها دي بتتم على مرحلتين، مرحله انسرت ومرحله ابديت. طيب ده السودو كود بتاعه نعمله ازاي. هنا بيقول لك ايه، begin transaction، ان انا هعمل ايه، هبدا اعمل الترانزاكشن تمام. طيب اول مرحله بعملها ايه لما انا بدات الترانزاكشن، ان انت هت ايه، insert into اس بي. نفترض مثلا ان انت ايه، اللي هو الداتابيس بتاع الجدول بتاعك في البنك اسمه ايه، اس بي، فانت هتعمل عنه ايه، insert تمام. طيب الانسرت ده هي عباره عن ايه، اللي هو الريليشن تايب، التابل اللي عندك، اللي هو عندك حاجه اسمها الاس تمام، اللي هو عندك الاسماء السبلايرز، وعندك حاجه اسمها البي تمام. فانت المفروض هتضيف 1000 لمين، 1000 للاس 5 والبي 1، ده هتضيف له، هتضيف لده 1000 ودي 1000 تمام. طيب الكوانتيتي، الكوانتيتي كام عندك اللي انت هتضيفها، 1000. طيب هنا بيقول لك بقى ايه، عندك شرط بيقول لك اف اني ايرور اكيورد، لو في اي ايرور حصل وانت بتعمل عمليه انت دلوقتي اول مرحله، مرحله الايه، انسرت. طيب لو في اي ايرور حصل وانت بتعمل كده مرحله الانسرت اكيورد، زين ايه، جو تو اندو، روح لي للفينش على طول كده. يعني حصل اي ايه، حصل اي ايرور روح للاندو، يعني كلمه اندو يعني ايه، روح لاخر مرحله اللي هو ايه، يعني ما تعديش مرحله الابديت، روح على يعني اقفل إيه البرنامج، اقفل إيه على طول كده، اللي هو حصل ايرور فانت ما تعديش مرحله الايه، الابديت. طيب بعد كده يعمل ايه، اند اف. طيب نفترض ان انت ما حصلش الشرط ده، ما حصلش اللي هو ما حصلش ايرور، هتروح لمرحله مين، هتروح لمرحله الابديت، هتروح لمرحله مين، الابديت عندك. طيب هتقول له ابديت بي، وير البي اللي هو ايه، البي 1 ده هتعدل فيها ايه، التوتال كوانتيتي. التوتال كوانتيتي هتضيف عليها ايه، التوتال كوانتيتي القديمه زائد الكوانتيتي اللي انت هتضيفها كام، 1000. ده لو حصل، لو ما حصلش فيلير تمام. طيب اف اني ايرور اكيورد، لو في اي ايرور برضو حصل في مرحله الابديت، جو تو اندو، روح لمين، روح لنهايه البرنامج تمام، ما تعملش مرحله الابديت. طيب ما حصلش كده، اعمل اند اف، اعمل اند اف تمام. بعد كده اعمل ايه، كوميت. كوميت دي معناها ان كل العمليه تمت بنجاح، معنى كده كلمه كوميت معناها ان كل الترانزاكشن تمت بنجاح. بعد كده قال لك ايه، جو تو فينيش. كوميت دي امتى، لما حصلش فيلير في الانسيرت وما حصلش فيلير في مين، في الابديت، هتعمل كوميت. طيب
بعد كده قال لك جو تو فينيش. طيب لو حصل مرحلة اندو، لو حلس قال لك كلمة جو تو اندو، يا اما هنا يا اما هنا، كلمة اندو امتى هتحصل؟ امتى؟ لو حصل فيلير في مرحلة انسيرت، او حصل فيلير في مرحلة الايه الابديت، هعمل ايه بقى ساعتها؟ هعمل حاجة اسمها رول باك. ايه كلمة رول باك دي؟ ان انا برجع لاخر سيف انا عملته. معنى كلمة رول باك يعني ايه؟ عندي كلمتين، يا اما كوميت ان هي العملية تمت كلها بنجاح، يا اما رول باك. رول باك معناها ايه؟ نفس المثال بتاع الملف الوورد اللي كنت بقول لك عليه. رول باك معناها ايه؟ ان انت اخر سيف انت عملته هترجع له. تمام؟ طيب كلمة رول باك معناها ايه؟ انت حسابك كان 1000، كان 10000 جنيه، طب اخر رول باك انت كنت عامله، اخر ابديت انت كنت عامله بكام؟ ب 10000 جنيه. طيب لو انا رحت لمرحله اندوف اي حته من دي، بروح لمرحله ايه؟ الرول باك. ايه معنى كلمه رول باك؟ ان انا اخر سيف انا كنت عامله على الداتابيز عندي ان هم كان كام؟ 10000. يبقى ال 10000 زي ما هم، ال 10000 ايه؟ زي ما هم. دي كلمه رول باك، اخر سيف انا كنت عامله ب 10000 برجع له. تمام؟ طيب بعد كده بعمل ايه؟ لو انا رحت عند الفينش بعمل كلمه ايه؟ ريتيرن. خلاص كده تمام ان انا بنفذ الايه اللي عندي بنجاح. تمام؟ السيدو كود ده مهم عشان ممكن يجيبه لك في الامتحان، فذاكره برضو. تمام؟ السيدو كود ده مهم. طيب هنا عندك الريكفري، عندك مثلا ترانزاكشن، كذا ترانزاكشن انت عملتهم. الترانزاكشن الاولى البروجرام بدأ، عملت ترانزاكشن معينه، كوميت. ايه معنى كلمه كوميت؟ كوميت معناها ان ما حصلش اي فيرير، فالعمليه تمت بنجاح. انت عملت عمليه ايداع، الايداع سمع عادي، وعملت ابديت على الداتابيز عندك، بدل ما كان 10000 بقى 11000. فده معنى كلمه كوميت. يبقى كوميت معناها ايه؟ ان العمليه كلها تمت بنجاح، مفيش اي فيرير حصل. طيب في ترانزاكشن تانية حصلت، حصل لها كانسل، عملت بيجن للترانزاكشن، في فيلير حصل في النص، فانا هل هروح للكوميت؟ لا مش هروح للكوميت، هروح لمين؟ هروح للرول باك. هروح لمين؟ للرول باك. تمام؟ بس طيب الترانزاكشن الثالثه انا بعمل ايه؟ لسه في ترانزاكشن اعملها. يعني انت دلوقتي عملت ايه؟ نفترض انت مثلا عايز تعمل ايداع، بعد كده عمل مرحله استعلام، فانت دلوقتي عملت ايداع، عملت ايداع وحصل الايداع كوميت، بعد كده تعمل ايه؟ هرجع لك تاني عملت استعلام بقى. هل لما تيجي تعمل استعلام بعد الايداع ايه اللي هيحصل؟ يعني انت دلوقتي عملت حسابك كان 10000، عملت ايداع ب 1000، دلوقتي بقى بكام؟ بقى ب 11000. عملت استعلام على الرصيد، الرصيد دلوقتي الاستعلام هيقول لك 10000 ولا 11000؟ هيقول لك 11000. ليه؟ لان عملك كده كوميت. طب لو افترض ان انت عندك عملت استعلام بعد مرحله الرول باك، لا هيقول لك ده هم 10000 زي ما هم 10000، ال 1000 دي ما اتضافتش. تمام؟ طيب عندك حاجه اسمها الاسيد بروبابيلتيز اوف ترانزاكشن، عندك بروبابيلتيز اسمها ايه؟ ترانزاكشن، البروبابيلتيز بتاعت الترانزاكشن دي مهمه جدا، مهمه جدا، ممكن يسالك عليها في الامتحان. يقول لك ايه هي الاسيد بروبابيلتيز؟ الاسيد دي هي كل حرف من ده ببروبابيلتيز معينه. يعني الاتوميستي دي، الاتوميستي دي دي اول بروبابيلتيز في الترانزاكشن. معناها ايه اتوميستي؟ معناها اول اور ناثينج. يعني ايه اول اور ناثينج؟ يعني يا اما كل الخطوات تتنفذ، يا اما ولا واحده تتنفذ. انت عملت شويه خطوات، ان انت عملت ايه؟ دخلت البطاقه بتاعتك، عملت ايداع، الايداع ده لو حصل سمع يبقى كله ايه؟ هيسمع. طيب حصل فيلر في النص، الايداع ما تمش، يبقى مفيش اي حاجه هتحصل، مفيش اي حاجه هتحصل. دي معنى كلمه ايه؟ اوتوماستي. يعني معنى كده ايه؟ يا اما اول، يا اما كله هيحصل، يا اما ولا واحده هتحصل. طب كونسيستنسي دي معناها ايه؟ معناها ترانزاكشن بريسيف داتابيس كونسيست، دي معناها ايه؟ ان هو هيخلي الداتابيس بتاعتك متناسقه. ده معنى كلمه ايه؟ متناسقه. تمام؟ اللي هو يعني مش هيحصل ايه، يعني ما فيش ايرور هيحصل على الداتابيس بتاعتك عمرها. الكلام اللي احنا بنقوله ده بنتكلم عن في ايه؟ يعني داتابيس مهمه في البنك، اللي هو ما لازم أن يكون الداتابيس بتاعتك دي متناسقه. لو انت عملت ايداع مثلا في فرع، الايداع ده يسمع في كل الفروع التانية. في مثلا نفترض مثلا ان البنك الاهلي عنده مثلا 15 فرع، في كل مدينة في فرع، انت عملت ايداع في فرع معين، ال 14 فرع التانيين الايداع اللي انت عملته ده هيكون متناسق معاه، هيسمع برضه في ال 14 بنك، في ال 14 فرع بتوعك. يعني مثلا دلوقتي انت رحت فرع صاحبك مثلا او اخوك،
انت في اسكندريه واخوك في القاهره، انت عملت عمليه ايداع في حساب اخوك في فرع البنك الاهلي في اسكندريه، اخوك هيروح بعدها بنص ساعه فرع البنك الاهلي في القاهره، هيروح عامل ايه؟ هلاقي في حالات متناسق، هيلاقي نفس الايداع اللي انت عملته في فرع البنك الاهلي في اسكندريه سمع في مرحله في فرع البنك الاهلي في مين في القاهره، وهكذا. تمام، ده معنى كلمه ايه؟ ان هي متناسقه. طيب دي كلمه الاس سي. طب الاي معناها ايسوليتد، ايسوليشن اللي هي معناها ايه؟ ان هو لو انت جيت تعمل على نفس الداتا بيز اكتر من عمليه، دي ما بيعمل ايه؟ بيفصلهم عن بعض، عارف اللي هو الايه؟ اللي هي لو جيت مثلا في نفس الوقت انت في القاهره في فرع القاهره واخوك في فرع اسكندريه، الحساب بتاعك في 1000 جنيه بس، في 1000 جنيه بس، فانت هتعمل ايه؟ انت المفروض دلوقتي انت رحت الفرع بتاع القاهره واخوك راح في نفس الوقت الفرع بتاع اسكندريه، يعني انتوا الاثنين رحتوا ايه؟ فرعين مختلفين، هتعملوا على نفس الداتابيز اللي هو نفس الحساب، انت عايز تسحب ال 1000 جنيه واخوك عايز يسحب ال 1000 جنيه، هل البنك هيسحب ال 1000 جنيه ليك وله ولاخوك في نفس الوقت ولا لا؟ هيعمل ايه؟ انت دلوقتي جيت تعمل تسحب على دلوقتي الموظف البنك دخل يسحب ال 1000 جنيه من على الحساب، في نفس الوقت اخوك جه يخش على الداتا، الموظف بتاعه اللي هو شغال معاه جه يدخل على الحساب ان هو يسحب ال 1000 جنيه، يعمل ايه؟ اخوك لو انت دلوقتي نفترض ان انت دخلت الاول، ان السيستم بتاعك دخل الاول، اخوك هيعمل ايه؟ هيقول له استنى، السيستم بتاعك هيقول له استنى، ده في عمليه بتحصل دلوقتي في نفس الوقت، فالداتا بيس تعمل ايه؟ يقول لك لا استنى انت بقى شويه لغايه ما اخلص الاولاني عمل ايه؟ عمل عمليه اللي هو السحب ال 1000 جنيه، العمليه ال 1000 جنيه حصل 1000 جنيه، بعد كده سمعت كوميت، بعد كده حصل ابديت اللي هو دلوقتي الحساب بدل 1000 جنيه بقى صفر، اخوك دلوقتي ايه؟ جه يخش دلوقتي تاني على الفرع التاني، يحصل ايه؟ يقول له استنى اخش على السيستم، السيستم دلوقتي بقى بكام؟ السيستم دلوقتي بقى بصفر مش بقى ب 1000، ليه؟ لان دلوقتي عمل ايه؟ عمل ايسوليشن، فصل العمليه دي عن العمليه دي. اللي شاف منكم العمليه الحته دي حصلت ايه؟ لو اللي شاف منكم فيلم اللي هو بتاع الفيلم بتاع احمد حلمي اللي هو كده رضا، ده الفيلم اسمه كده رضا، كان الثلاثه اخوات كانوا عايزين يعملوا عمليه نصب عن البنك، اللي هو عمل ايه؟ ان الثلاثه يروحوا كل واحد يروح فرع مختلف عن التاني، والاثنين يعملوا كانوا الاثنين متصلين ببعض، يعني الاثنين متصلين ببعض، ان هو بيقول لك ايه؟ لازم احنا الثلاثه مثلا عايزين نسحب 3000 جنيه، احنا التلاتة لازم نسحب ال 1000 جنيه في نفس الوقت. تمام؟ فده كانت الايه؟ كانوا عايزين يعملوا ينصبوا على الايه؟ البنك. يبقى الحساب كان فيه 1000 جنيه واحدة، التلاتة عايزين يسحبوها في نفس الوقت، اللي هو التلاتة هيسحبوا ايه؟ فكده التلاتة ايه؟ محطة النصب في ايه؟ ان التلاتة هيسحبوا كل واحد 1000. فايه؟ لو الداتابيز عندك انت مش عامل لها ايزوليشن، التلاتة هيعملوا ايه؟ التلاتة هيسحبوا ال 1000 جنيه زي بعض كده في ايه؟ في نفس الوقت. يبقى ايه؟ الحساب كان فيه 1000 جنيه بس التلاتة عملوها في نفس الوقت، فعمل ايه؟ فسحبوا 3000 جنيه، فانت كده عملت ايه؟ انت كده خسرت البنك. فلازم الداتا بيز عندك يكون فيها ايزوليشن. ليه ايزوليشن؟ عشان اتجنب الحته بتاعت اللي هم كانوا عملوها في الفيلم دي، اللي هو ايه؟ الثلاثه عايزين يسحبوا في نفس الوقت، لازم يكون في ايزوليشن، دي معنى كلمه ايزوليشن. تمام. دوريابيليتي ده معناه ايه؟ ان دي معناها لما انت تيجي تعمل كوميت ان انت ايه؟ عملت انسرت، الابديت يسمع في نفس الوقت، دي معنى كلمة ايه؟ دوريابيليتي، ان انت عملت انسرت 1000 جنيه الابديت يسمع في نفس الوقت، عملت سحب 1000 جنيه يسمع في نفس الوقت ان انت سحبت 1000 جنيه وهكذا. تمام؟ ده معنى كلمة دوريابيليتي. يبقى لو جه قال لك في الامتحان ايه هي الاسيد بروبابيلتيز للترانزاكشن، هتقول له كده، هتقول له اتوميستي، كونسيستنسي، ايزوليشن، دوريابيليتي، اللي هم دول، اللي هو الاي من دي والسي من دي والاي من دي ودي من دي، هتكتب له ثلاثة الأربعة دول. تمام؟ السؤال ده مهم، بيجي في الامتحان دايما. تمام؟ طيب ايه هنا بيقول لك الفرق بين الكوميت والرول باك؟ كوميت معناها ان العملية كلها تمت بنجاح، مفيش اي فيلير حصل، عملت انسرت، سمع في الابديت. طيب ايه معنى كلمة رول باك؟ رول باك معناها ان وانا بعمل انسرت او بعمل مثلا بسحب، حصل عمليه فيلير في النص،
فايه اللي يحصل؟ انا برجع لاخر سيف للداتابيس كان حصل عندك، يبقى كوميت معناها ان كل حاجه حصلت بنجاح، الرول باك معناها ان في فيريال حصل في النص، فبرجع لاخر ابديت انا عملته على الداتابيس. لو كان عندك مثلا رول باك، كنت انت مثلا عايز تعمل حسابك 10000، 10000 تمام، جيت تسحب 1000 جنيه، جيت تسحب 1000 جنيه، حصل فيريال في النص، فيريال في النص، فتعمل ايه؟ تيجي تعمل استعلام بعد كده، لما تيجي تعمل استعلام بعد كده مش هتلاقيهم 9000، هتلاقيهم 10000 زي ما هم. ليه؟ لان انا برجع لاخر ابديت انا عملته او اخر سيف انا عملته. تمام. طيب ان انت دلوقتي بيقول لك ايه، ان الرسمه دي بيقول لك ايه، انت عندك الداتابيز اهو، العمليات اللي انت بتعملها طول ما انت بتعمل عمليه تمام، فبيتخزن في بفر، حاجه اسمها بفر. البفر ده ايه؟ يعني كانه مكان معين كده، مكان مؤقت. طيب العمليه حصل لها كوميت بنجاح، كوميت بنجاح، يحصل ايه؟ ترجع تقوم منتقله من مرحله البفر، المرحله المؤقته، لمرحله الديسك، تتثبت بقى في الداتابيز. طيب حصل رول باك، مش هت... البفر ده هيقع، البفر ده هيقع، فمش هيتخزن في الديسك. تمام. يبقى حصل كوميت، البفر هيتخزن في الديسك، حصل رول باك، الحاجات اللي في البفر مش هتتخزن في الديسك، مش هتتخزن في الداتابيس. تمام. طيب ده مثال كان عندكم، او والسؤال ده دايما بيجي في الامتحان، ده هتلاقوه في الشيت عندكم. ده ببساطة بيقول لك ان انت عندك كذا ترانزاكشن، عندك تي 1 وتي 2 وتي 3 وتي 4 وتي 5. تمام. طيب انت عندك كذا حاجة، يا اما هو كوميت، يا اما تقول له الترانزاكشن دي كوميت. كوميت معناها ايه؟ معناها ان هي حصلت بنجاح. يا اما عندك حاجة اسمها ريدو او ريدون، ريدون، يا اما عندك حاجة اسمها اندون، اندون. طيب دول ايه بقى؟ هقول لك دلوقتي القاعدة بتاعتهم. بص معايا كده، انت عندك اول حاجة اسمها، عندك هتلاقي في حاجة اسمها شيك بوينت. الشيك بوينت اللي هي دي الشيك بوينت اللي انت عندك اهو. تمام. وعندك حاجة اسمها السيستم فيرير، يبقى الخط المنقط ده اسمه ليه؟ السيستم فيرير. والخط ده اسمه ليه؟ الشيك بوينت. المسائل بتجي لك ازاي؟ المسائل بتجي لك كده، ان انت عندك كذا ترانزاكشن، عندك العمود الاولاني ده تمام، ده الشيك بوينت، وعندك هنا الايه، عندك هنا السيستم فيرير. القاعدة بتقول لك يا سيدي، القاعدة بتقول لك اهي، ان بيقول لك عندك، لو عندك نقطة فحص، عندك نقطة فحص اللي هي تشيك بوينت، امتى تكون كوميت؟ كوميت لو العملية بدأت قبل نقطة الفحص وانتهت قبل نقطة الفحص. نقطة الفحص اللي هي دي، اللي هي تشيك بوينت، اللي هي دي الشيك بوينت. لو الترانزاكشن بتاعتك حصلت، بدأت قبل نقطة الفحص وانتهت قبل نقطة الفحص، دي اسمها ايه؟ دي اسمها كوميت. دي اسمها ايه؟ كوميت. طيب الريدو بتحصل امتى؟ كلمة ريدو بتحصل امتى؟ لو انتهت قبل نقطة الفشل، نقطة الفشل اللي هي الايه؟ الفيرير سيستم. الفيرير سيستم دي لو الترانزاكشن بتاعتك انتهت قبل نقطة الفشل، اللي هي انتهت قبل نقطة الفشل بين نقطة الفحص وبين نقطة يعني هي دلوقتي حصلت قبل ايه؟ قبل نقطة الفحص، بس انتهت بين نقطة الفحص وبين نقطة الفشل، يبقى دي معنى كلمة ايه؟ ريدو. دي معنى كلمة ايه؟ ريدو. ايه معنى كلمة ريدو؟ معنى كلمة كوميت ان هي خلاص حصلت في الايه، في الداتابيز. كان كلمة ريدو ان انا برجع تاني لاخر نقطة حفظ انا ايه عملتها. يعني نفترض ايه؟ نفترض دلوقتي ان انت دلوقتي الحتة دي كلها، الحتة دي كلها تمام، الحتة دي كلها كده لغاية هنا، لغاية الجزء ده كده، انت ده كده مثلا، انت قعدت تكتب كده، تكتب الكلام ده كله، عمال تحفل له ايه في ده كده، نفترض ان هو ملف الوورد، انت عمال تكتب في ملف الوورد، تكتب في ملف الوورد، تكتب في ملف الوورد، تكتب في ملف الوورد، لغايه النقطه دي، لغايه النقطه دي تمام. طيب النقطه دي انت عملت ايه؟ حفظت عندها دي كده ايه، انت كده عملت سيف عند النقطه دي. طيب وبعد كده كتبت، بعد كده دي اخر حفظ انت عملته، بعد كده قعدت تكتب بعد كده حصل بقى ايه؟ فيرير، يعني حصل كده ايه، نقطة فشل. تمام. فايه اللي يحصل؟ نفترض ان النور قطع، فايه اللي هيكون محفوظ؟ اللي هيكون محفوظ عندك اللي هي ايه، الجزء اللي قبل النقطة اللي هو لغاية هنا،
لغايه ده كده، ده اللي هيكون محفوظ. طب والباقي ده مش هيتحفظ ليه؟ الباقي ده انت قعدت تكتب فيه تكتب فيه تكتب فيه والنور قطع من غير ما تحفظه، انت حفظت اخر نقطه حفظ كانت هنا تمام. بس طيب نفترض ان النور قطع مثلا وانت قعدت ايه خلاص، انت عملت ايه يعني دلوقتي، انت كتبت كله وحفظته وقفلت، النور قطع ما قطعش، انت كده كده خلاص انت قفلت الملف الوورد عندك وخلاص خلصت العمليه كلها، فانت مش فارقه عندك. طيب هنا انت وانت بتكتب في حصل عندك حاجه، في عندك حصل النور قطع عندك، فعندك انت حفظت لغايه هنا. طب الجزء اللي هنا اللي بعد كده كل الكلام اللي انت كتبته هنا بعد كده مش هيتنفذ تمام. طيب ده كده معنى كلمه ايه؟ ريدو. يبقى تاني كوميت معناها ايه؟ كوميت معناها ببص على نقطه الفحص اللي عندي، نقطه الفحص اللي عندي لو العمليه الترانزاكشن عندي حصل قبل حصل قبل النقطه البوينت تشيك بوينت وانتهت قبل التشيك بوينت بكتب كلمه كوميت. طيب الترانزاكشن لو بدات قبل نقطه الفحص انتهت بين نقطه الفحص وبين السيستم فيرير دي بكتب عليها ايه؟ ريدو. طيب لو لمست نقطة الفشل السيستم فيرير، السيستم فيرير لو لمست السيستم فيرير لمسته بس او عدته، دي معناها كلمة اندن. اندن معناها حصل ايه يعني، حصل كده اللي ايه يعني، حصل كارثة اللي هو ما فيش اي، حتى اللي انت كتبته وحفظته اتمسح. ده كده بيحصل امتى؟ في الهارد كراش اللي هو لما مثلا الهارد ديسك حصل ايه كسر عندك، فايه حصل ايه اللي انت صيفته واللي انت ما صيفتوش كله راح. يبقى تاني نراجع كده مع بعض، الكوميت معناه ايه؟ لو الترانزاكشن حصلت قبل تشيك بوينت وانتهت قبل تشيك بوينت. ريدو معنى كده ايه؟ ان انت الترانزاكشن حصلت وايه حصلت قبل التشيك بوينت وانتهت ما بين التشيك بوينت وما بين السيستم فيرير، ما لمستش السيستم فيرير تمام. طب الاندن لا دي كده لمست طالما لمست بس كده السيستم فيرير خلاص كده، دي كده اسمها بكتب اندن تمام. طيب ده كده لو انت عندك تشيك بوينت واحده. طيب هجيب مثلا تجيب في الامتحان هيجيب لك في السؤال ده كده، السؤال هيجي لك بالمنظر ده كده تمام. ده كده السؤال امتحان هتلاقي عندك في الشيت ايه بيقول لك هنا يا سيدي، هنا بيقول لك ايه؟ اكتب لي هنا او اوصف لي التي 1 والتي 2 والتي 3 والتي 4. انت عندك الوصف هتكتب له بس يا اما كوميت يا اما ده كوميت يا اما هتقول له اندو اندن يا اما هتقول له ريدو. طيب هنا في الامتحان هيكون مديك، في الامتحان هتلاقيه ما ادكش دي كده تشيك بوينت الاولى والتشيك بوينت الثانيه ودي السيستم فيلير تمام. طيب هنا مش مديك تشيك بوينت واحده، مديك اتنين تشيك بوينت. اعمل ايه في الامتحان بقى لو مديني اكتر من تشيك بوينت؟ ببص على اخر تشيك بوينت، يبقى مين اللي يهمني؟ اخر تشيك بوينت تمام. طيب انا هسالكم سؤال كده اشوفكم الناس فهمت ولا لا. انا عايز اوصف تي واحد، تي واحد دي هي كوميت ولا اندن ولا ريدو؟ اكتبوا لي كده كوميت. كوميت ليه؟ لان ببص على الشيك بوينت، الشيك بوينت اهي حصلت وانتهت قبل الشيك بوينت تمام. فبكتب ايه؟ هكتب له تي واحد كوميت. كوميت معناها ايه؟ كوميت ان هي حصلت بنجاح، يحصل اللي يحصل انا كده كده ايه خلصت العملية بتاعتي ومش محتاج أي حاجة. طيب التي اتنين دي هتبقى كوميت ولا أندو ولا ريدو؟ ريدو. ركزوا. أندو. أندو. ريدو. ركزوا. أندن. أندن. يا اخوانا التشيك بوينت اللي انا اهي، التشيك بوينت اهي، انا ماليش دعوه بالتشيك بوينت الاولى، انا لو عندي اكتر من تشيك بوينت ببص على دي. التي 2 كوميت برضو. ليه بقى كوميت؟ كوميت معلش. ليه بقى كوميت؟ حصلت وانتهت قبل التشيك بوينت، شفتوا بقى دي برضو كوميت.
يبقى ركزوا في الامتحان، لو مديك اكتر من تشيك بوينت انا ببص على التشيك بوينت الاخيره، الاخيره دي حصلت وانتهت قبل التشيك بوينت. طيب هبص على دي برضو تي 3 هتلاقي ايه؟ ريدو ريدو يا عم الحاج ركز، تي 3 سوري سوري معلش لا كوميت 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 برضو. انا التشيك بوينت اهي ماليش دعوه بدي، دي كده حاططها لك بس في حاططها لك في الامتحان عشان يلخبطك، بس انا ببص على انا قصدي على تي 4 انا اخته كام على تي 4 معلش تي 3 كده، بص تي 3 كده في الامتحان علم لي على علم لي كده في الامتحان على تي على تشيك بوينت 1 تشيك بوينت ديكس دي تشيك بوينت 2، يعني هي دي غلطه بس كده، دي تشيك بوينت 2 تمام. تشيك بوينت 2 انا ببص على هنا كله حصل، دي كوميت 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 خلاص ان شاء الله يكون كلهم كوميت، ماليش دعوه طالما كلهم حصلوا قبل التشيك بوينت الثانيه خلاص يبقى دي كوميت. طيب بص لي بقى على تي 4، تي 4 تبقى ايه؟ ريدان بقى دي ريدان دي ريدان، ريدان ليه؟ طالما ما لمس دي بص حصلت قبل الشيك بوينت الاساسيه، نفترض ان دي مش معايا، حصلت قبل الشيك بوينت وما لمستش التي فيلير، هي بين الاثنين لما جه انتهت انتهت بين الاثنين، فدي عباره عن ايه؟ ريدو. طيب انا هعمل لكم واحده كمان هسميها مثلا تي 5، تي 5 وتي 5 عباره عن كده، يبقى تي 5 عباره عن ايه بقى؟ اندو اندو لمسه الفيلم، يبقى لمس مجرد ما تلمس بس، تلمس بس لمسه. طب سي 6 عملت كده انا بغاليش دعوه طالما لمسه التي فيلير خلاص اندن اندن، يعني يعني ما يعني خلاص كده دي كده حصلت مصيبه الداتا بيس كلها راحت، انما ريدو معناها ان انا ايه؟ لا ده كده حصل حاجه اسمها سوفت كراش او النور بس اللي قطع، فانا برجع للريدو برجع لاخر حفظ انا عملته كوميت كوميت، لو السيستم عمل اي ما عملش انا كده كده حفظت اللي انا عايزه خلاص، او انتهيت من المعامله خلاص تمام. وضحت يا شباب؟ إيه. طيب الميديا ريكفري لو بدأت بعد الشيك بوينت يعني ايه؟ لو بدأت بعد الشيك بوينت زي مثلا كده، مثلا دي كده، طيب دي نفترض ان هي دي كده مثلا، ده بعد الشيك بوينت تمام ما لمستش التي فيلير تمام، دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن ريدو برضو، ريدو طالما قبل التي فيلير، طالما بصوا عدت الشيك بوينت، طالما بص بدأت قبل الشيك بوينت بدأت بعد الشيك بوينت، المهم انتهت امتى؟ انا بص انتهت امتى لو هي اسهل كده بالنسبة لكم، لو انتهت ما بين الاثنين دول ما بين الشيك بوينت وما بين التي فيلير ريدو على طول، ريدو على طول ماليش دعوه بقى هي بدات قبل قبل التشيك بوينت بدات بعد الشيك بوينت، المهم انتهت امتى؟ انتهت بين الشيك بوينت وانتهت بين التي فيلير. طيب لو انتهت قبل الشيك بوينت دي كوميت، لمست التي فيلير دي كده ايه؟ دي كده اندو تمام كده. وضحت؟ تمام. طيب الداتا ريكفري ده اخر جزء، ده اخر حته هنقف عندها، بعد كده هنكمل الجزء بتاع الكونكرسي ده المره الجايه. الميديا ريكفري دي بيقول لك ايه؟ الميديا ريكفري اللي هو ان انت تعمل كلمه بيك اب، اللي هو ان انا عايز اعمل ايه؟ باك اب. يعني ايه كلمه باك اب؟ ان انا عايز اعمل نسخه احتياطيه من الداتا بيز اللي عندي، او مثلا نفترض ان انت عندك مثلا ملف وورد، ملف وورد انت كاتب عليه بيانات مهمه تمام، فانت حاطه على اللاب، انت حاطه على اللاب، فانت المفروض بتعمل ايه؟ بتاخد منه نسخه احتياطيه، نسخه احتياطيه على فلاشه او على سي دي مثلا. ليه؟ عشان مثلا لو حصل اي حاجه للهارد ديسك، للهارد ديسك مثلا بتاع اللابتوب عندك، نقولنا مثلا هارد ديسك مثلا حصل له هارد كراش، مش هنقول سوفت كراش، حصل له هارد كراش الدات ال 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 فتعمل ايه؟ انت كده كده محتفظ بالداتا بتاعتك دي اللي هو الملف الوورد ده المهم
انت محتفظ بيه في فلاشه بره. طيب انت غيرت الهارد او صلحت الهارد، انت محتفظ بباك اب او نسخه احتياطيه منه على الفلاشه، هتقوم مدخل فلاشه تاني ومسترجع تاني الايه الملفات اللي عندك. دي معنى كلمه ميديا ريكفري. ميديا ريكفري ان انت بتعمل ايه، باك اب او نسخه احتياطيه للحاجه اللي عندك على فلاشه او اي مصدر خارجي بس. تمام، ده كده معنى، ده كده الموضوع اللي عندنا، وهنقف كده لغايه النهارده.